اليوم بدنا نخبرك قصة حلوة كتير، قصتنا منون سعاد. إيراب هي قصة كبيرة، قصة كتير حلوة، قصة صار عمرها اليوم 60 سنة. الإيراب هي أكتر من مؤسسة، هي بيت بعيش فيه أشخاص صم وأشخاص عندهم صعوبات مختلفة. الإيراب كمان مدرسة بتعلم وبتأهل من خلال فريق متعدد الاختصاصات، هدفه الأول والأخير الدمج الاجتماعي. الإيراب هي إيدين تتعب حتى تنتج من كل قلبها كبة، سمسمية وأصناف مختلفة من المأكولات، وهي المشاغل يلي هدفها تأهيل هالأشخاص ودعم البيت مادياً. نحن عايشين ببيت نجرب نحط فيه كل محبتنا وقلبنا. الإيراب هي الضحكة الحلوة، هي الوجوه يلي كلها حب وعطاء، هي فرحة هالولاد. الإيراب هي عائلة كبيرة مليانة إيمان وسعادة. إيراب شقفة من قلبي. إيراب هو بيتي الثاني. كتلة محبة، كتلة حضور. الإيراب هي حياة بتوصلني من خلال الأولاد لله. إذا في تمني هو إنه هالولاد يكبروا ونفرح فيهم مثل ما هلا عم نفرح فيهم. الإيراب وكر حنية بتوعى عليها العناية الإلهية كل يوم قبل الشمس، والأم والمسؤولة هي العذراء، دايرتها من 60 سنة لليوم.